مقارنة بين الجيش المصري والجيش الإثيوبي، من ينتصر في حرب المياه؟ قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناتنا فكرة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا. في ظل تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، نرصد لحضراتكم مشاهدين الكرام مقارنة بين القدرات العسكرية للجيش الإثيوبي والقدرات العسكرية للجيش المصري، وذلك وفقا لمؤسسة Global Firepower المختصة بالشؤون العسكرية للدول حول العالم بأحدث إحصائية لعام 2020. التصنيف العالمي. يحتل الجيش المصري المرتبة 9 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2020، وذلك في تقدم كبير وواضح على نظيره الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالمياً من بين 138 دولة. وفيما يلي مشاهدينا نقدم لحضراتكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين. عدد الجنود. يصل عدد أفراد الجيش المصري إلى 920 ألف جندي، بينهم 440 ألف جندي فاعل و 480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش الإثيوبي 140 ألف جندي. القوة الجوية. يمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 387 طائرة تدريب و294 مروحية عسكرية، منها 81 مروحية هجومية، في تفوق واضح وكبير على الجيش الإثيوبي الذي يمتلك 86 طائرة حربية فقط، منها 10 مقاتلات من نوع ميغ 23 و14 مقاتلة من نوع سوخوي 27 و9 طائرات شحن عسكري و20 طائرة تدريب و33 مروحية عسكرية، منها 8 مروحيات هجومية فقط من نوع مي 24 الروسية. ومن أهم مقاتلات الجيش المصري 240 طائرة من نوع F-16 فالكون و24 طائرة من نوع رافال و82 طائرة من نوع ميراج 5 و50 طائرة من نوع ميغ 35 الروسية، وعدد غير معلوم من طائرات سو 35، بالإضافة إلى 81 مروحية هجومية متعددة المهام من نوع آباتشي 64 و46 مروحية من نوع كاموفكا 52 الروسية ومي 28. سلاح الدبابات. لدى الجيش المصري أسطول هائل من الدبابات، يبلغ قرابة 4300 دبابة، ويمتلك عددا ضخما من المدرعات، يصل عددها إلى 11700 مدرعة، بالإضافة إلى 1039 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 2189 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1100 راجمة من راجمات الصواريخ، في تفوق كبير أيضا على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك أكثر من 450 دبابة قتالية، منها 100 دبابة من نوع تي 72 و260 من نوع تي 62 وتي 55 الروسية، بالإضافة إلى 450 مدرعة، منهم 150 مدرعة من نوع M113 و80 مدرعة من نوع BMB، بالإضافة إلى 67 مدفعا ذاتي الحركة من نوع M109 وتايب 88 بعيار 155 ملم و10 مدرعات من نوع YW534 الصينية. ومن أهم الدبابات التي يمتلكها الجيش المصري 1130 دبابة قتال رئيسية من نوع M1 أبرامز محلية الصنع، يتم تسليحها بمدفع من عيار 120 ملم، وأكثر من 1700 دبابة من نوع M60 باتون و34 دبابة من نوع T80 الروسية، بالإضافة إلى 600 دبابة من نوع T62 و340 دبابة من نوع T55. وتعاقدت مصر في عام 2016 مع روسيا على شراء وتصنيع 500 دبابة من نوع T90S
وقد حصلت مصر على ترخيص لتجميع الدبابة الروسية الحديثة على أراضيها بمعدل 50 قطعة سنوياً بدءاً من الربع الأخير من عام 2019 إلى عام 2026. القوة البحرية. في هذا الجانب أيضاً يبدو التفوق واضحاً لصالح مصر، الذي يضم الأسطول البحري لها قرابة 316 قطعة بحرية، منها حاملة طائرات من نوع ميسترال وسبع فرقاطات شبحية متنوعة من نوع جايند وفريم وميكو 200 الألمانية. وتمتلك مصر أيضاً 8 غواصات من نوع تايب 209 الألمانية، وهي واحدة من أفضل الغواصات الهجومية التي تتميز ببصمة صوتية بالغة الانخفاض، إضافة إلى 45 سفينة دورية. وعلى الجانب الآخر لا تمتلك إثيوبيا أسطولاً بحرياً لأنها ليس لديها أي حدود بحرية. ميزانية الدفاع. تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 11.2 مليار دولار مقابل 350 مليون دولار فقط هي ميزانية الدفاع الإثيوبية. القوة البشرية. يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية قرابة 100 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 108 ملايين نسمة في إثيوبيا، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.